التصوير يعدي يسدد والحارس كايلور نافاس. كايلور نافاس رجل الحراسة في الكامب ناو يوزع. تياغو سيلفا ما زلت نحكي عليه يقتنص كرة رائعة بالراس ولكن مرت بدون خطورة على كلا إلا خيزي. خيزي مارتشيلو ورونالدو قبله كيفين تراب. كيفين تراب التصويب من توني كروز باليسار لكن بعيدة. لوكاس فاسكيز يبدأ اليوم ضد باريس سان جيرمان. رافائيل بينيتيز معجب جدا. يسارية وهدية على طول لكايلر. خطير توني كروز في التصويب. لا كرة خطيرة. اوه ما زالت اليسار. ايسكو مارتشيلو. مارتشيلو يوزع. رونالدو. التورنادو. التورنادو اكثر لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا. توني كروس يوزع. رونالدو طار طار طار. التورنادو يحلق في سماء الدفاع الباريسي وراسية دقة في التوزيع لتوني كروس. ورافائيل فاران مخالفة ضده وضد راموس. ثنائي محور الدفاع للفريق الملكي. رونالدو مشاهدينا الكرام هو اللاعب هو السادس في تاريخ دوري ابطال اوروبا يلعب 10,000 دقيقة في مباراة دوري ابطال اوروبا بعد ايكر كاسياس بعد راول غونزاليس بلانكو بعد تشافي هرنانديز. كازيميرو. كازيميرو. كازيميرو ليسدد. وكيفين تراب الحارس الالماني والبي اس جي يعاني. تياغو موتا يوزع. ويمشي رونالدو. ركنية خطيرة وقوية تستدم بإيسكو. يعدي يا سلام. روعة إيسكو. إيسكو يعدي الكرة بنا.